تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم باستمرارية، وثالث أشواط هذه الانطلاقات تعلن فيه الانطلاقة عن البكار الفطامين، تتقدمهن بعد هذه الانطلاق الذيبة حمد بن راشد بن نايع الأغفلي على مقدمة الشوط، وتقود المشاركات بجدارة تليها بالمركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام هناك من الجانب الآخر، وتتقدم في هذه اللحظات الشاهينية حمد بن خويتم العامري تقير إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد في ثاني المراكز الطايف خليفة بن عبد الله بن خليفة الحميري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الوارية فايز بن عبيد المزروعي على المركز الثالث، والمركز الرابع هناك شعار بالكيلة على رابع المراكز، ومع هيام اللي تاتي سعيد بن محمد بالكيلة العامري، وتدخلت من الجانب الآخر ووصلت في هذه اللحظة مرموقة سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي على المركز الرابع، وغيرت إلى المراكز الأولى. الله يا سلام، ما شاء الله، نعود إلى التغيير، وعلى المركز الأول مرموقة سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي على مقدمة الشوط على المركز الأول على الانطلاق الأول. الله يا المركز الثاني، شوف هناك التحرك من هيام سعيد بن محمد بالكيلة العامري على ثاني المراكز. يا سلام، هيام غيرت هناك، هيام على المركز الأول على الانطلاق الأول. هيام سعيد بن محمد بالكيلة العامري تعلن الفوز في هذا الشوط، وتقرب من وصول خط نهاية تانينا. سعيد بن محمد بالكيلة العامري على فوز هيام بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في مرموق سهيل بن بطي بن غراب، بينما المركز الثالث بشوف هناك المركز الثالث وصلت في زاخر لراشد بن سالم بن حمد الكثيري بن احمد الكثيري، والمركز الرابع مشاهدينا الاعزاء هذه اللي هي مع احمد بن مظفر بن خموش العامري. التوقيت الزمني نعود لهذا الشوط 2:14 ثانية. تهانينا والناموس.